منفذ العبدلي، ويشكرون رجال الجمارك في العبدلي أنه تعودنا من هذا منفذ الشعوذة والسحر، وهناك من تأذى من زملائك بسبب هذا السحر وهذه الشعوذة، هل حاربتوها؟ هل لكم طريقة أنكم هالآفة هذه تقضون عليها؟ أخوي بداح أشكرك على هذا السؤال، هذا السؤال سؤال جيد، وأنا عبر هذه الشاشة والله أنا قلبي يعتصر الآن، والله السحر أخطر من المخدرات اللي قاعد نركض وراها والحبوب. السحر هذا فرق أسر، دمر شباب، بس للأسف ما في قانون يجرمه. أنا أتمنى من الأخوة المشرعين، أي طلبنا منهم، أنا أتمنى عبر هذه الشاشة، نعم، أن الأخوة المشرعين يتبنون هذا الموضوع. هذا الآن يجيك شخص أو مسافر أو مسافرة مع سحر، أدور عقوبة بالقانون؟ ما في عقوبة بالقانون. صحيح. ناخذه ونتلفه ونقول له مع السلامة، لكن احنا بنسوي جهود ذاتية كتخويف، ناخذ صورة الجواز نصورها ونوقعها، ويعني بس الحول الداخلية وقرار التعهد، وكان الله غفور رحيم. هذا غلط، هذا القانون هذا غلط. انا اقول لك عبر هذه الشاشة، اتمنى 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 من المشرعين انه يصدر قانون للسحر. يا اخي عقوبة السحر يجب ان تضاهي عقوبة مهرب المخدرات. صحيح، لا يمكن نقعد ندمر اسر وفككت اسر. اقول لك انت جزاك الله خير على السؤال، والله العظيم والله العظيم احنا نبي قانون يردع المشعوذين، بل الناس أسر راحت.